السلام عليكم اخوت، معكم مستر جاسوس. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنهضروا على هذا الموضوع اللي في هذه الساعه هذه، ليسونس والمازوت طلع واحد طلعه صاروخيه غير دابا في هذه الليله هذه. ارتفع الثمن ديال ليسونس ل 14 درهم فاصلة 30، 14 درهم فاصلة 30 الاطر الواحد. هادشي صراحه انا عمرو ما كان في المغرب، ما خصناش نسكتوا عليه، خصنا نطالبوا الحكومه باش تعطينا شي تقرير وعلاش هاد الزيادة كاينة. وهاد الشي هذا غادي يأثر على الاقتصاد الوطني ديال المغرب، وهاد الشي هذا راه غادي كيزيد، يقدر من هنا لواحد السيمانة يولي داير 15 درهم، ومن هنا قدام يولي داير 20 درهم لترو. دونك كاملين كيبان لي من هنا قدام كلشي غيحط الموبيل ديالو، كلشي غيحط الموتور ديالو، كلشي غيولي يتمشى على رجليه، كلشي غيستعمل الدراجات الهوائية. نتمنوا من هنا لقدام يخرجوا الحكومة الجديدة بشي تصريح يحبسوا التقلبات اللي كاينة في السوق الدولية ديال البنزين. مش كنعرفوا الجميع بأن الشعب المغربي الضعيف اللي كيستعمل يوميا ليسونس ولا المازوط باش يتنقل للخدمة، باش يتنقل للديوانات ديال المدرسة وشحال من حاجة. دونك هادشي ماشي في صالح ديال الدرويش، ونتمناو نلقاو الحل إن شاء الله، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.